عسلامة ناس كل، رجعت لكم في حلقة جديدة من ملا شيف لو دويل. واليوم كالعادة معايا دو كانديدات، واحدة بالتابلي روج والأخرى بالتابلي فيغ. لازمهم يحضروا منيو كامل أنتخي بلا وديسير في أقل من ساعة. واليوم خليني نقول عسلامة الشيف وجدي. عسلامة شيف، شحويلك؟ شحويلك؟ لاباس؟ سافا؟ الحمد لله سافا لاباس. شنو المنيو نتاع اليوم؟ بون، بالنسبة أنا العصفورة قالت لي فما كسكسي. كسكسي عملته على طريقة جديدة، معناتها في عود بالحم ولا بالدجاج، باش نعملوا بالكعب بتاع الدجاج وجيبلين برشا. مهم طريقة سهلة وتكفيهم في ساعة مع لونتخي والديسير. يعطيك الصحة. ما صعبوهاش عليهم. لا لا لا، مش صعيب برشا. كان استحقوا لي كانديدات اليوم أي إعانة من عند شيف وجدي، ما عليهم كان ينزلوا على البزور وهكاكا شيف يدخل معاهم في دقيقة أكاهو وينجم يعاونهم وكاهو شيف. وتعطيهم ديزاستيوس. وتعطيهم ديزاستيوس، وهما زادة لازم يوريونا زادة ليزاستيوس كيفاش مسلسين يطيبوا في تجارهم. يعطيك الصحة. خلينا نمشوا نتعرفوا على الكانديدات ونشوفوا سيغتو شنو عندنا آخر في المنيو. عسلامة، اسمي نسين عبد الله. نخدم في دومين شوكولاتري، ديجا مانيش بعيده برشا على دومين الكويزين، بلوتو مش بعيده فيه، اما في دومين سكرري. بعدين نرى في الشوكولاته هكا بحذيك من غادي. عندك شويه في الكوزينه؟ شويه. هاي لا عاد الكسكسي ما لازمك تكون كان تعرف الطيب برشا. بلوتو مليانه صغيره ومغرومه بالكوزينه، معناها الاج دو 11 ans دخلت الكوزينه ومتعلمه بوكو دو سبيسياليتي. على كل حال انا نرى في الشوكولاته بحذيك وتقول لي هذه حاجه تفرحك. شوف شنو باش تعمل لنا بها. وانتي؟ عسلامه. عسلامه. انا رحمه حموده، جيت الملا شيف مغرومه بالتطيب، مليانه صغيره، مغرومه برشا حاجات. برشا حاجات. طيب كسكسي؟ قد عمرك؟ 20 سنه تعرف طيب كسكسي. وعليا يا شيف، وعليا وعليا. ملا رحمه ونسرين هكا ولا؟ اجا بحذايا نسرين. خلينا نشوفوا شنو عندنا في المنيو نتاع اليوم. فوالا شيف. الو. تو بالنسبه للونتخي عملنا سلاد سيزار. سلاد سيزار باش تسحقوا لها عندكم لي بروشيت ديسكالوب حاضرين مفوحين نتاع المزرعه، هذوكم باش تعملوا بهم معناتها الديكور نتاع سلاد سيزار. عندنا زاده باش تستعملوا للصوص سيزار عندكم المايونيز، عندكم الزيت، عندكم معناتها لي زيبيس وكل شيء. بون، هذايا بالنسبه لسلاد سيزار. عندك زاده باش تعمل كسكسي بالكعابر، هو الكسكسي راهو بنين برشا وخفيف وما يتكلفش، هذايا حاجتي اكثر حاجه هنا اللي رابيد وما يتكلفش برشا. عندك انت باش تاخذ بلوند بولي باش تفوحوا كيما العصبان، معناتها كان تعرف تعمل عصبان كيما العصبان بالضبط، تفوحوا بكدا وطيب كسكسي عادي. صعبت الحكايه شايف هكا كان ولا فيها عصبان راهو. لا لا، وفاح الوفاح نتاع العصبان. الوفاح هكا لو فيها تاع العصبان تفوحوا وتسقطوا، معناتها لو طوم تاع تطيب المرقه والتفوير الكسكسي يجي قد قد، فهمتني؟ وعندك لو ديسير اللي هو بنين وسهل ومش صعيب برشا. التيتما. التيتما. هذوما الافكار نتاع شيف وجدي راهو ديما عنده الغوسيت الزمنيه. التيتما اول مره نخدم ديسير كيما هكا، والحقيقه عجبني برشا، حسيته هكا بون ما نعرفوش، قالوا قديم، اما بور ما سيت اون كرياسيون. بون، بالنسبه للتيتما انا بدلت فيها شويه الغوسيت تاع اليوم، باش نعمل اون كريم باتيسير شوكولا، فهمتني؟ وباش نعملوا معاها التيتما كيفاش؟ باش الملسوقه هي اصل الاصيل تاع التيتما هي ملسوقه وفاكهه، فهمتني؟ تقلي والكل. اليوم باش نعملوا بسكويت سايدة معاها الملسوقه باش تعطينا لو كروسيون، ومعها كريم باتيسير شوكولا افيك دا شانتي، بول دو غاز غلاس بنينه، تشوفوا ديسيرة وبنين برشا راهو. اما عارفوا كيفاش تخدموا وشنو اللي تبداو من الاول وشنو اللي تخليو في الاخر. دونك الديسير بنين برشا ولي زانغريديون نتاعنا زاده كيف كيف بنين برشا. عندنا في السلاد سيزار دونك توماط سيشي تنجموا تستعملوها. عندنا توماط سيشي وعندنا التابينال زاده نتاع المخزن. هذوما الكل خديناهم من المخزن بوانتين اللي هو سي ان سيت دو فونت اون ليني ليفري في تونس الكل، بارتو ان تونيزي، وسورتو ليفريزون تصير في 48 ساعة هكا هاو، وسي دي برودوي 100% تونيزيان، دونك هذيك الحاجة الباهية، نجمو نكمانديوهم اون ليني وتجينا القضية نتاعنا ونخلصوا على ليفريزون.
دونك عندنا كيف كيف البروشيت دو داند مفوحين بالهريسه من عند المزرعه حاضرين ديريكتومون ما عندكم ما تزيدوهم ديريكتومون تحطوهم في البوالا شيف ويخدموا بيهم كيف كيف شيف عندنا زيد مايونيز جديده بالباكاجينغ نتاعها جديد بوكو بلو براتيك شيف ديريكتومون سورتو هذه الاولاد الصغار باش يشيخوا معناتها من غير مغرفه ديريكتومون حتى بو فير سمايل ولا اي حاجه لقاوها فاسيله اكزاكتومون اكزاكتومون وعندنا زيد الباكاجينغ جديد نتاع الويل فيجيتال تورنسول سوجا كيف كيف من عند جديده نيو لوك كيما نقولوا نيو لوك مع نيو يير فوالا فوالا دونك شيف كيف كيف عندنا سافور غرويير فرماج رابي فوندو ديليس وهذايا بالنسبه للونتري لونتري دونك في الكسكسي عندنا الكسكسي نتاع ليبيدور دونك سافور دو لاني normalement نسكن نعرفوا فوالا وعندنا بالنسبه لزيد عندنا لو بلون دو بولي المزرعه باش ياخذوه باش يعملوا باش ياخذوا منه باش يعملوا به لي بولات وعندنا زاد كيف كيف طومات دوبل كونسونتري بلاستيكا والهروس والهروس لك التوازويزه عظام اوفيتا بيان سور زيد كيف كيف عظام اوفيتا زيد كيف كيف بور لا ديكوراسيون معناتها نحب حاجه مزيانه بدريساج عربي نحب كسكسي عربي بالعظمه من الفوق فوالا وبون بالنسبه ل لفحات نتاعنا من عند مخزن بوانتين نتعداو للديسير عندنا من عند سمارت شيف صوص ديسير نوازيت الكريم شانتي زاد كيف كيف شيف شانتي وعندنا الكريم باتيسير اي سورتو الكريم باتيسير اللي هي حاضره بخيت على لومبلوا زاد كيف كيف تنجموا تستعملوها بيسكوي سايده اللي باش نستعملوه في الباس وما تنسيوش عندكم الكلاس ثلجة تختاروا البارفان اللي تحبوا عليه فما شوكولا فما نوازيت فريز بيستاش وفاني دونك نتوما شنو تشتيو وشنو تحبوا وعندنا زاد عندنا الزبده تاع ديليس باش يخدموا بها الملسوقه ونخدموا بها البسكوي سايد اليوم لونتري نتاعنا سلاد سيزار اللي هي مش صعيبه ما تطلبش برشا حاجات لي زانغريديون حاضرين بريسك لازمكم تخموا باش تبداو وتتحكموا في الوقت عندكم وقت يحكم فيكم انا باش نعطيكم التوب وتبداو تخدموا توت سويت دونك 3 2 1 سي بارتي باش نبداو بالكسكسي دونك باش ناخذ الزيت وباش نبداو نفوحو الكسكسي نتاعنا شايف يظهر لي الاصح انهم يبداو بالكسكسي قبل هو اللي بيشد اكثر وقت هو اصح باش يبداو بالكسكسي هو باش خاطر يشد شويه وقت بون مش الصوص اللي باش يشد وقت هو البريباراسيون نتاع لي بولات نتاعهم فهمتني ما الروسيت هذي راهي ماهيش جديدة راهي روسيت قديمة برشا. في الساحل في مستير يعملوه العصبان تاع الدجاج. عصبان بالدجاج. عصبان الدجاج يعملوه في ويجيب منين برشا. باش نحطوا الزيت أول حاجة جديدة. بون أنا ما نقليش برشا. باش تطلع أخف. نحب ريحة البصل تطلع راهو تقلي نتاع الكسكسي راهو ريحة البصل نتاعو تطلع راهو نقليه اما نحط فيه شوية ماء باش يبدا صحي أكثر هذه هي طريقتي ونورمالمون ناجحة هيلثي كسكسي هيلثي شايف ديما نعملو هكا لايت باش نخليو الكسكسي يتقلى باش نمدو الدجاج باش نعملو لي بولي نبداو في لي بولات يا ميسا نبداو في لي بولات وهنا باش نبداو نشوفو كل وحدة كيفاش باش تعمل لوبي لو طون تحضر نبدا نحضر باش نستعملو توا دجاج لي بلون دو بولي نتاع المزرعة نبدا نقص الدجاج للي بوليت قالت لنا شوكولا وباتيسري ما يظهر لي حتى في الكوجينة زيد عندها ما تقول في روحها عندها ما تقول لا خاطر ديزوساج نتاع البلون تبارك الله ماشي كثرية باهية اني ياسر نطيب توسكي كسكسي وكل شيء، مي كسكسي بالكعابر الحقيقه اول مره وما كانش بعيد ياسر معناها ما يختلفش برشا لاستيوس نتاعو في التطيب بارابور الاخرين، اما بيان سور الطفيحه نتاع الكعابر والدجاج وكل شيء تشبه شويه الكسكسي العصبين. باش نحط شويه ماء يتقلى في الماء، يجيني هكا خي شويه مش برشا. ميسا الكسكسي نحبوه موزوز زعما ولا موزوز شوية به ماذا بينا احنا ماذا بينا احنا دونك شايف أول حاجة يبداو بها هي لي بولات اللي باش يخدموا بهم
باش يستعملوهم في الكسكسي ومن بعد ينجموا يتعداو لل شو يحضروا فوالا يحضروا البولات يسقيوهم يحطوهم في المرقه ويتعداو ديريكتومون ديسير ينجموا حتى يكملوا الكسكسي يحطوا يفوروه ويتعداو ديريكتومون ديسير خاطر من بعد لا سلاد ما فيها شيء وشي شويه لي بروشيت سورتو البروشيت نتاعنا نتاع الدودان بالمزرعه حاضرين حاضرين مفوحين امورهم واضحه يشويوهم قصينا الدجاج توا باش نحضروا لي بولات قصينا معاها باش نفرموا معاها البصل وشويه ثوم بعد ما نقصوا الدجاج نزيدوا البصل باش نحطهم في الكيتور مع بعضهم ومعهم سنتين ثوم يفوح الشيف كالشدة متاع السكينة راني نفرش توا باش نمدو هذايا باش نعملو بيها دجاج كرسة الهبس الدجاج يحب الثوم والبصل برشا على قد ما تزيد على قد ما باهي حطيت أربع سنون ثوم شطر بصل باش نزيد شوية بصل شطر راس مش شوية الحقيقة كسكسي مش جديد أما كسكسي بالكعابر جديد عليا أول مرة أنا نطيبه باهي شيف دونك حبيت تقول لي زوز خدموا بزوز طرق مختلفة أي زوز طرق مختلفة فما حاجة أنا توا ماني قاعد نشوف فيها راكم مازلتوا ما فوحتوش وقتاش ناويين باش تفوحوا الصوص الصوص تفوح الصوص قلت انا توا باش نفوح الصوص سوفيت قليت الطماطم باش نحطوا الفلفل الاحمر اللي هو من عند المخزن الفلفل الاحمر من عند مخزن بوانتين دونك عند مخزن الفلفل الاحمر تحبوا موزوز شايف حبوا موزوز مش برشا كمان شايف هذا ما عادش موزوز مازال الهروس راهو ما تنساش مازال الهروس ما قلت لك انا نستنى باش تحطوا الهروس راهو نبداو نفوحوا الصوص نتاعنا حاسه كانها رحمه باش تقتلنا بالحار يا شيخ ما عارفه هاني قاعد شو عملنا لك يا رحمة تضحك راك تشتكل معانا زاد كان حار ما كلتش حطوا فلفل أكحل من عند مخزن بوانتين مخزن بوانتين لي سيت دوفون تون لين دونك باش تفتحنا مغرفة هكا مش كبيرة لا هي توا بدات الريحه تطلع وتفوح شايف في البلاتو بدات بداو يفوحوا فوالا علاش خدت مقبلك كراهم مقبلك راهم حطوا الفراح من في الصوص توا باش نحطوا نزيدوا الكسكسي شويه قرفه تبنى باش نحطوا الحمص توا الحمص يحب الوقايط باش يطيب دونك حطيته توا لا ما يشدش الوقت كم سي بريسك لا ميم شوز هو البطاطا راه ما يشدوش برشا وقت اما شدهم برشا الوقت الكسي راه سا برون با بوكو دو طون كيما هكا كاينو الشيف قال لكم اللي انتم بتيتوا برشا في الكسكسي واللي نورمالمون راكم اسرع من هكا في الخدمه سورتو المنيو مازال طويل شيف مازال طويل المنيو مازال هيا فيس على البنات هيا اكسليريو شوية باش تعديو نفوحو الكعابرة نتاعنا باش نحط المعدنوس الشيف يحبها مفوحة وكلها باش معدنوس باش نحطو الملح يخدموا مع بعضهم كيف كيف شايف ها زوز سانكو حاطين لك عليه سكت الزوز كنا نفس الكلام باش نقولو دونك زايد دونك معدنوس من هنا معدنوس من هنا بون باش نزيد سنتين ثوم مش مرحين اي حطيت الوغ كو وقت اللي ريحيت الدجاج حطيت الثوم توا جوست ست كعبتين نبداو نفوحو الكعاب شوية ملح باش نحطو شوية نعناع نعناع شيء هذا شيف مش شوية لما حالة لازم نفوحوها بركدا كعاب تحب برشا الفاح كيف زدت نعناع الشيح؟ نعناع الشيح هذا فيح دجاج زيادة بوانتين بيان سور خاطر هو فيح عصبان فلفل أكحل عصبان الفيح العصبان فيها نعناع بوانتين حطيت
حتى التوا ماشيين كيف كيف. نستعملوا توابل الدجاج في الكعبر من مخزن بوانتين اوسي. باش نحطوا الهروس. بون انا حاجه واحده نعطيها لكم كوم بونوس اي استوس، قبل ما تعملوا الكعابر نتاعكم يا تذوقوهم يا مش حتى على الملح على الكو، يا تذوقوا يا تشموا. كان شميتوهم لازمكم تشموا ريحه العصبان، ما شميتوش راهو ناقص فيها. اها هذا يا بونيس عطيتها لكم توا هذا. يا رحمه تعرفها ريحه العصبان؟ ها؟ نزيدوا شويه من هرس تيكا للكعابر. برشا هرس يا ميسلي. هاني نشوف. اش طلعت؟ طلعي مازال ناقص شويه عصبان. رخا نشم معاك. مازال شويه حموريه تحس هكا. بدا يخلط. حطيت فيه بزيت ترى نشم رحمه نشوف فهمت شويه حسيت ناقص شويه هروس. لا انت ما فهمتش ريحه العصبان لهنا ناقص صفيح شوف ريحه العصبان اكثر غادي هوني نشم في ريحه النعناع طيب الاكثر زيد النعناع زيد شويه نعناع ترى شم شايفونايا حسيت اكثر ريحه الطيب اي ناقص نعناع اي زيدوا النعناع بونيوس هذايا جاكم كادو باش نزيدو النعناع مخليوهاش باش نزيد من فيح الدجاج سانكرونيزي الزوز اي الراب في نفس ال ما نعرفش الكاميرا كيفاش باش ياخذوها ما مرة في نفس الهزة الزوز كيف كيف ودخلنا توا فيها التوش باليدين باليدايس مادام عصبين دونك لازم باليدين دونك شايف لي بولات تحبوا برشا نعناع شايح وشنو اخر؟ مع توفيحة العصبان معناتها تكثروا النعناع تكثروا البصل وتكثروا المعدنوس معناتها باش يعطي لو كوم تاع العصبان والكعبوره ما تجيش صغيره تجي كبيره كعبوره بورسيون داكوغ وكل سي جي فيه واحد بنين برشا يعني كيما اصغر شويه من الكعبوره نتاع العصبانه تاعنا فوالا اصغر شويه واكبر شويه من الكعابر مثلا من الكعابر اللي استانسنا بهم نتاع الحم مفروم ولا نتاع الحسو ولا اللي هو دونك زدت مغارفه ويل جديده الكعابر نتاعنا ساهلين جوست رحينا دجاج وثوم وبصل وفوحناهم بزيد نعناع وبرشا زيت وكعبرناهم حطيناهم في كسكسي دونك حاجة سامبل جوست جديدة وكهو مستنسين بحاجات أخرى مرقة بالكعابر وكل عملنا الكعابر نتاعنا تو باش نرميهم كبيرة كما يحب الشيف كيما انت سورتو عملها كيما انت تحب حزت الغزرة هذيك نتاع نويش كبيرة هكا انت تعرفش تعمل اعمل كعبه كبيره وكعبه اصغر وما شوف انا اللي تحت قلت له هذيك مش كبيره هذيك انورم حطيتها عاد ما بتبيع نقول لك بعد ما تحطها خلصت من هذي على الاقل راهو فوزيت كونسونتري كان في الكوسي بركة راهو بونسي راهو عندكم ان ديسير ا بريباري الخضره نجمو نخدمو حاجتينا مع بعضهم راه باش نبدا نحضر ديجا الكريم شانتي باش نبردها بيان سور الواحد هو ديما كي يبدا من الاول ديما ياخذ راحته هكا وكل شيء ومن بعد ترسلو كي يحس اللي ساي الوقت بدا باش يشوف يولي يزرب روحه كريم شانتي سمارت شيف نحطو 100 مع لا ساشي كريم شانتي نحطو 125 مليليتر مليليتر دو دو لي رحمه مازالت مركزه في الكسكسي قريب تكمل حطت لي بولات نتاعها شاف شوفوا في نسرين تزرب بالكدا بالكدا هذا بها راهو عندها اربع ايدين تو مش زوج هكا ولا دونك ناخذو حليب ديليس نحطو 125 بدا الوقت يكبس شايف بدا الوقت يكبس طا كسكسي
عظام أوفيتا. دونك تحط لنا كعبتين أوفيتا المزرعة ديجا يتصمتوا. أنا بدا نخدم بالميكسور. وتوا باش نحطوا الكريم موسلين، الكريم باتيسيير تاع سمارت شيف اللي هي هنا، باش نحطوها باش تبرد لنا باش بعديك نستعملوها وهي بارده. الو تاع سمارت شيف. شيف شفت اللي نسرين بدات عملت الكريم شانتي سمارت شيف، ورحمه بدات بالكريم باتيسيير. هون برانسيب تبدا بالكريم باتيسيير خاطر لازمها تبرد. بعد تعمل كريم كريم الشانتي تاع سمارت شيف. اما زادا لازمهم زادا يعملوا ملسوقه باش تحط في الفرن باش في ساعه تحمر لهم. ملسوقه للتيتما يعني. للتيتما يحموا بشويه زبده، يعملوها بشويه زبده يحطوها في الفرن باش في ساعه تحمر لهم. خاطر يسوفي ريت كملوا هذوما. ايه. ما عادش يبقى لهم حتى شيء. يخليوا كل شيء يحضر في عقله وينجموا وقتها يتلاقوا بالسلاطه. شويه اورجانيزاسيون. باهي. دونك لازمهم زادا كيف كيف يحطوا الكسكس يبدا يتفاوض. اي بورغانيزاسيون لو كونكور اكثر اورغانيزاسيون بلوس كو لا بريباراسيون. خاطر لو كونكور لازمك اون اون اور دو تان فهمتي تعمل تخوا بريباراسيون، معناتها لازمك تعرف كيفاش باش تبدا باش تخلي باش تنجم تعمل زوز مع بعضهم حاجتين مع بعضهم تعملهم. توا باش نبداو نخدموا الكريم باتيسيير سمارت شيف. الريسيت بيان سور موجودة وراء الساشي، ناخذوا ساشي واحدة باش نزيدوها من ثلاثة لأربعة مغارف سكر ونصف إطرة حليب ونقعدوا نحركوا ما غير ما نقصوا بيان سور. أونتخ تون باش نحط الكسكسي تاع ليبيدور باش نحطوه يفور. دونك حطيت لنا كسكسي ليبيدور باش يتفاوض. وي باش نحطو يتفاوض. شنو خذيتو الكسكسي مويا ولا فان؟ فان. انا نحب الفان. نحسو ابدا. باش نزيدوه نكته زيت جديده. طيب الكسكسي في الدار رحمه مسنسه مش ديما كسكسي. قداش من مره طيبت كسكسي؟ ثلاثه تنجم تقول. ثلاثه وهذه الرابعه؟ هي باش عملت قبل؟ حم دجاج حوت؟ اي بالحم. حوت حتى مره عملت. ريت في لي كونكور هذوما مايسا في اي كونكور حتى باغ اكزومبل حتى انا بيرسونيلمون فهمتني كي جي منو في كونكور وما نعرفوش ونخدم فور لا بروميير فوا ديما جي ريوسي. بوخليف ريوسي سي لي ميموريزي كيما نقولوها ما عادش تنساهك المنيو هذاك وتولي طيبو فاسيلمون. نسرين حاجت لنا الكسكسي. حاجت كسكسي ليبيدور باش نحط شويه زيت شويه ماء ونخلط ونحط في الكسكس بيان سور نزيد شويه تفجع على خاطر هذاك ما يجيش حتى حق الميسه برك هذاك ولا تحب ذوق ميسة كهو؟ ما ركزتش من بعد شلقت لاني حطيت شويه دونك. لا يظل تحب كنت برك الذوق. يظل مستانسه طيب. لا نحط مستانسه دي كونتيتي تاع 4 5 بيرسون. يحسب قداش قدامك تو منيح. اقرا حسابك مالا. ما عرفش نزيد مالا. لا 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 سافا خلي المهم انت بكيسه. ما جوي نتكلم انتم انت وجماعه نتكلموا مالا. هو الكسكسي سلون الصوص اللي عندكم زاد راه اي صوص به هي مش برشا ومش شوي ما تقعد خير من اللي تجي ناقصه. يخدموا سانكرو سانكرو شيف يظهر لي اول مره هكا في ملا شيف لو دويل اللي نراه على اليمين نراه على اليسار جينيرالمون كل واحد يبدا بحاجه لا وحتى الهزه حتى كل شيء سانكرو متفاهمين ولا شنو حكايتكم اصحاب تعرفوا بعضكم؟ لا كان جاو معناتها خذاو المنيو بريالابلومون نقولوا يمكن محضرين مع بعضهم لا 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 اما بيسكو معناتها خذاو سيغ بلاتو ديريكتومون يجيو سيغ بلاس ويعرفوا المنيو لهنا سيغ بلاس يعني معناها ما يحضروهش الافونس. زاد شاف يظهر لي خاطر هذاك شنو هو الصحيح معناها هذاك شنو هو يلزم باش ينجموا يخلطوا في الوقت بيان سور. بو
Bon, ils étaient un peu choqués, هما بالكسكسي بالكعابر. خاطر اني سبيسياليست في الكسكسي، مي اول مره نعمل كسكسي كعابر. باش نوم سيسه تعب الكسكسي. لحم دجاج حوت. لحم نطيبه بالكتاب بالكتاب. احنا نقولوا كسكسي مثرد معناها عرس. في لي كونكور تنجموا تتصوروا كل شيء يجيكم. اي. هي كلها نفس ال. سورتو نعطيو ايدي جديده وحاجه جديده. خاطر نتصور شيف ياخذ اقل وقت. هو ايجا نقول لك ياخذ اقل وقت واقل زاده تكاليف. معناتها انت تشوف معناتها كل واحده خذت دو بلون بولي تشوف الكونتيتي نتاع تبركل لي بولات اللي باش يجيو معناتها فاسيلمون دو بلون بولي وكل عيله بو بور 10 بيرسون يوكلها لك. الوغ كو كان جيت احنا باش ناكلوا البلون بولي وحده واحد ان مورسو في صحنه معناها. ماكسيموم 4 بيرسون. فهمتني؟ معناتها بلي بولات ومع المعدنوس والكل يبذر وبنين معناتها حتى التكاليف يتكلف اقل برشا برشا زاد. يعطيك الصحة شايف مالها في هالفكرة. هي حاطت على الغاز وهي مشيت تحط على الغاز. هي غالطة وهي مشيت معها في الغلطة. خدمة باتيسير أول مرة نخدمها هيك عليها. ما عمري ما خدمت. رجع. كي العصيدة حتى تبدا تبقبق هكا ولا شيء. تراخى نجي نشوف معاك. أول مرة تخدم كريم باتيسير نسرين. هاي تبارك الله. نخدموا لي بات دو فروي، لي غاناش، لي برالان، لي فروي سيك كاراميليزي، مي تو سكي هكا لي كريم باتيسير وكل شيء الحقيقة أول مرة. نخدم ديما مثلا شنو نعمل فيرين ولا حاجة نخدموا جينيرالمون تو سكي غاناش ولا بالفروي. اليوم تاع جربت حاجة جديدة معنا. ما شوف لازم ترجعها عنا. لا لا لا. سيي. سيي لا لا سيي. حضرت. ذوب بالشوكولاتة با بليس كو سا. ترى نشوف الكريم تاع رحمة. خلينا شوكولا ذوب. ديسير نتاعنا اليوم كان تيتما، الحقيقة أول مرة نسمع بها، أما بعدك لقيتها فكرة يعني معروفة ونعمل نصامل فيها ديما، اللي هي أباز دو كروسيون، اللي هو أوراق ملصوقة بالزبده في الفور ومعها بسكوي سايده وزبده وكريم باتيسير. هما توريت لي دو معناتها خدموا كريم باتيسير. واحده جاتها فاتحه واحده جا غامقه. ملي تحرك فيها شايف حسيتها جاتها افتح معناها. افتح، علاش افتح؟ كونتيتي تاع الحليب. كونتيتي تاع الحليب عملت بشويه كيما قلنا ذكيت شويه. نقصت في الحليب باش تعطي كيما نقولوها لونكتيوزيتي وباش تعطي الغموقيه للشوكولا. لا شونس دي ديبيتون يا نسرين انت ظهر لي. لا عندها في الباتيسخية عندها. عندها في الباتيسخية ما الكريم باتيسير اول مره تخدمها. هو كي الكناش تحسها. فوالا. هذا نسرين لقات جوها ولقات الشوكولا دونك تخمرت شايف. كريم باتيسير هي طلعت هكا كي الموس وكل شيء، الميلونج كانت ياسر بنينه وسهله الحقيقه، معناها ما لقيتش صعوبه معناها كبيره في التطيب، جست الوقت هو اللي زربنا شويه. يا جماعه الوقت راهو يزرب راهو. مازلت لكم السلاطه اللي مازلتوا ما بديتوش فيها. مازال الملسوقه زاده كيف كيف نشوفوا رحمه قعدت خص في الاوراق نتاع الملسوقه للديسير. والكسكسي قاعد يتفور شايف والصوص قاعده تطيب. هو اوكي تلاحظ عندهم ما عندهمش برشا برشا كويسون، اما عندهم برشا بريباراسيون. بريباراسيون. دونك نحضروا لي توست للسلاد، نحط فيهم شويه زبده ديليس وشويه ثوم. هنا بدلوا ما عادش يخدموا سانكرو شايف. لا عادك بهم ولا سانكرو. لحظة. مادام جبدت الباندومي باش تجبد الباندومي. أما ريت هوني شوية أورغانيزاسيون راكم تعملوا تنجموا تعملوا دو ترافاي أون ميم تو. بها رحمة. خاصان الاوراق نتاع الملسوقه. اي اي لا لا ما خاطر انا بعد حاجتي بالكروستيون مع البسكويت سايده. عرفتك الكروستيون
ومعك بنت الملسوقه اللي بالزبده والكل تعطي معناتها الكروسيون وحاجه بنينه برشا. داكوغ، ما عادش عندكم برشا وقت راهو البنات ومازال فما برشا حاجات تحضروهم دونك لازمكم تزربوا توا شويه. خاطر الكرونو قاعد يجري. وكانوا في الوقت وفيره. لهنا راهو اقراوا حسابكم راهو عندكم باش تعملوا دو فيغين. ما كومش باش تعملوا بلوس كو دو فيغين. كل واحد دو فيغين. دو فيغين با بلوس كو سا. معناتها ديما اقرا حسابك معناتها الكونتيتي اللي باش تقدمها. مش لازم تقص باكو كامل من السوقة. طيب باش نستعملوا زبدة ديليس باش نذوبوها ونزيدوها للملسوقة ونحطوها في الفوق. باهي. شايف نحسوا في الغابيديتي عند نسرين قاعدة تزرب. رحمة زيدة مركزة أكثر شوية. يا رحمة. نعم. زرب لنا شوية. مخلط. نحب الراك تجري أنا توا. لا هو باش يوليو يجريو. اه؟ باش يوليو يجريو. 2-3 مينوت تو يوليو يجريو. يوليو يجريو، كيفاش نعطيوهم قداش مازال وقت يظل باش يوليو يجريو. لا باش يوليو يجريو. أنا ننصحكم بدو يجريو من توا. كل عظم خرج ولا مازال غادي؟ أي طفيت عليه سي بون. طفيت عليه سي بون. توا باش نعملوا الكريم شونتيي تاع سمارت شيف باش نركضوها. البروشيت شيف زاد مازالوا ما حضروهمش. بروشيت ما في شيء، بروشيت مطروحين. مقلة تسخن غاديكا ويحطوهم فوق السلايت. وفوق السلايت باهي. الصعيب تعمل هو راهو تو. الكسي اللي به الفايدة تعمل. أما ما يتسربوش بردين شايف اللي بروشيت معناها باش يتسربوا سخان مع السلاطة ما يقلقش السلاطة ما تذبلش ولا حاجة. لا لا سلاطة سيزار معروفة، سلاطة سيزار معناتها ديما معناتها البروتين اللي فيها ديما تتسرب سخونة فهمتني. كان معناتها بلون بولي، كان معناتها أي اي حاجه ب صغير خليه على الشيره نحطوا الملسوقه في الفور. ما تنساوش تنجموا تستعملوا البوزور زيدا كان تستحقوا حاجه يعاونكم فيها الشيف. كريم شانتيي باش نزيدوها حليب ديليس ونطلعوه. كومبيتيسيون بين زوز فيها منافسه وفيها برشا حاجات محلاها بون لازم واحد يركز ويعرف روحه هو شنو باش يعمل يعني ما غير خاطر كي مشي تربط ماهوش باش يعمل حتى شيء يركز ويحاول يجيغي الوقت نتاعو خاطر عنده مربوط بوقت بالطبيعه ويحاول يكمل الحاجات اللي في يدو باش يعملها. توا باش نركضو حضرنا الزبده والزيت باش نشويو فيهم لي بروشيت دو دانت المزرعه.
ماشي نجم يتسلفوا من بعضهم حاجه ولا كيما شنو؟ كيما شنو؟ بون خاطر تو خاطر كيما نقولوها زربهم الوقت شويه فهمتها؟ مثلا شو اسمها البانديمي نتاعها حاجه مثلا كمش اللي جاي هكاك كان حبت تعطيها البانديمي ما نعرفش هكاك شيء. ما يصيرش نعطيها. اما نورمالمون راهو كل واحد يتحاسب على الوقت نتاعه وعلى وعلى كل شيء. استعملت البيزور جست باش يعاونني الشيف في التصفيه نتاع الكسكسي. شيف يظهر لي سحقت لك نسرين فيش نسرين باش يعاونني في تسقيط الكسكسي. باهي تسقيط الكسكسي دونك شيف ساقي لها الكسكسي وكان تخلط تعمل لها الدريساج نتاع الكسكسي سي بارفي. فيسع يا رحمه فيسع باش نخرج عندك لي كون هاو شو ننصحك تحط لي بان دو مي زيده فيسا شايف عندك دقيقه برك راهو شايف فيسا 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 بان دو مي يا رحمه لازم يدخل الكوشه هاك حضر الصوص توا صوص نتاع السلاطة نتاع السلاطة صوص فينيك دونك قارص عملت لنا كوسي نتاع صحن برك يزي شايف فيه ألف برك مهم نذوق ونعطيو راينا فاش باش تحطوا الدريساج شايف فيسع شايف 10 سكوند مزالو لك راهو مزالو 10 سكوند 5 4 3 2 1 زيرو شيف زيرو 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 على غالب على غالب خاطر المعون ما كانش حاضر نورمالمون راهي حضرت لك المعون وبعد ذيك نزلت على البوزور على تو خصي حاضر نقص دونك مازالها كانت دريساج شيف كان دريساج برك هكا دونك نعمل بالميوني صوص فينيغريت صوص سيزار صوص سيزار هاي دونك حطوا ايه ايه شيف حضرت لك الكسكسي ازرب شيف فيسع 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 كيف كيف الكسكسي؟ ايه تسقيت الكسكسي خليه قد الكسكسي اجا انت حاضر البلان دو مي ايه رد بالك سخون ايه شيف فيسع فيسع عندك وقت زاد انت يا شيف توابنا زبنا زبدة زدناها زوز فنون ثوم باش ندهنو بهم توست باه دونك فيسع يا شيف فيسع 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 5 4 3 2 1 0 كامل حط اللوشة هذيك شيف وكا هاو خلينا نكملو مسالشة مش هنا شايف اللي نحكم ما نحايلوش كهرب يز كمل هي تكمل الدريساج نتاعها ديجا عاونتها وسقيت لها وخلطت لها في ساعه دخلهم للفور يا رحمه وتلهينا بالسلطه راهو سلطتك مازالت مش حاضره ومازالت لك الصوص فينيغريت وما عادش فما برشا وقت رد بالك هاي عملت البازور في الاخر عيط للشيف جوست حبيته ينقذني في تخليط الكسكسي بون نقذني شوي بون يعني زيد على ليدي خلطت لي كسكسي كمال تينا حطيته وزينته الكل
كهو يعني خاطر هي ديجا اون مينوت واحد ما نجم يعمل فيها حتى شيء هذاك علاش الشيف ما نجمش يعاوني برقدا وكهو رحمه بريسك كملت قريب تكمل الدريساج نتاع الكسكسي اما مازال لها شيف برشا حاجات مازال لها السلاطه مازال لها صوص سيزار مازال لها البان دومي شنو حطيت لنا يا رحمه؟ حطيت الليتو حطيت الجنجير والطماطم وهذا فرماج ديليس غرويير مانيش راه في الديسير يا شيف انا بيجي وليد ان ستريسي ستريسي برشا حطوا مايونيز جديده كوم صوص صوص سيزار باش تخدمها ديريكتومون في السلاطه رحمه يدور لي خاطر ما قعدلهاش الوقت اي باش نعملها طول في السلاطه حط لنا كسوس يا نسرين نورمالمون يقعد لك كيل الديسير وما تنساوش الكلاص في ساعه رحمه في ساعه شويه زيت حطوا شويه فرماج جديده ديليز غرويير حطوا الصوص في ساعة في ساعة في ساعة يلا شنو ناخذ عليك سي بون تعدي لي الديسير عندنا سلطة يا شيف تري بيان بدينا نوصلوا بدينا نوصلوا في 10 ما وقت وين سلطتك؟ عندي سلطة بغادي عندي سلطتك شوف في ساعة بالنسبه للوقت الحقيقه سافا هو يكفي نتاع واحد يستغلوا بركدي من غير ما يدخل بعضه انا من الاول مركزه وسافا بعديك تضغط شويه بالوقت في الاخر كلي قعدت مخي في الفور و اوميم طون خلي يعني فما حاجه كنت نجم نسوتيها وانا ما سوتيتهاش هذاك علاش ضيعت شويه وقت حتى احنا ولينا نجري وشايف كيف كيف هاي في صح في صح المهم يخلطوا لنا المنيو حاضر كي هي بالديسير نسيه توا الباندومي تلهيلي بالديسير باش نبدا نحسب تلهيلي بالديسير دونك نحطو بول دو غلاس بول دو ثلج بول دو ثلج باهي عندك توبينغ زاد كيف كيف سمارت شيف فرامبواز نحسب شايف دونك 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ستوب 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 ريت كيقول لك مخبي لحضر الدسيغ دونك ستوب نسرين باش تعمل شنو حبيت تحط؟ ما كملتش زينت الكسكسي مزين الكسكسي هي المحلي فوالا دونك الموجود اللي طلبوا الشيف موجود العظمه موجوده لي بوليت موجودين والكسكسي موجود سلطتك كيف كيف انت شنو ناقصك؟ انا ناقصني الشانتيي تراه شوف ناقصة الكريم شانتيي سي سا والغلاس اي هاو شنو تحبي نقول لك؟ اه شيف سي لو جو سي لو جو دونك كيما شفتوا رحمه ما خلطتش تكمل تحضر لنا الكريم باتيسيير نتاعها بون حطيتها الكريم باتيسيير اما مازلت شانتي والغلاس بولدوغ ثلج شوكولا نسرين ما زينتش كيما حبت حسيتها تغشت شويه نعملوا مازل من هكا ما يسالش هذوكم كونديسيون نتاع دويل وكونكور وديريكت وتورناج وكل شيء ما فما حتى مشكل نخليوهم شيف ينظفونا لي بلان دو ترافاي واحنا نمشيو بوب ونعاودو نرجعو توت سويت للديغستاسيون